سبحان الله الشيء الجميل هنا في المطير دائما الطائرات تتردد على المطارات وتمر عليك وأنت واقف. بعض هذه الطائرات داخلية بين الجزر بتقريبا أكثر من 1000 جزيرة، هم يعيشون في تقريبا 120 جزيرة. وأيضا الرحلات الجوية، معظم الأشياء هنا استيراد، فتجد رحلات جوية تأتي من الإمارات تقريبا 8 رحلات يوميا، من تركيا رحلة يوميا. طبعا هذه الطائرات الصغيرة بتنقل بين الجزر، وحتى بتنتقل في بعض المحطات، يعني تقف في بعض المحطات بتنقل تنزل بعض الناس. مالي مالي مالي، هم يقول مالي مالي مكتب مالي يعني. السلام عليكم، شوف طائرة الإسلام.